وبعد قراءة البولس باللغة العربية يبتدئون بقراءة قطع الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة باللغتين القبطية والعربية. يبتدئ الأب الكاهن قائلا: وفي اتخن بيه هو ام سو خنف ما فينا جبسو افتي افتي ناكحون ابستافورو اسفف نوفي طف ارتل ما نيروف انجي ادم خن بي براذيسوس فوخن بي اسخن جي جنتن النوفي وبيخرستوس بنوتي أو نامين. يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: آنوك زي أي أوش إهري هائف نوتي. وفي نهايتها يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: روهي نمشور بنميري. وفي نهايتها يرد المرتلون: زوك سابت ريك ايوك اجيو بنظماتي. ثم يصلي الأب الكاهن: او ايسوس بخريستوس بالنوتي. وفي نهايتها يرد المرتلون: كنين كي اي كيستوس اي اوناستون اي اونون امين. وهكذا الى نهاية القطع، ثم يبتدئون بتلاوة القطع باللغة العربية، فيصلي الأب الكاهن قائلا: يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة ثم ارتع على خطيئتي التي تجرأ عليها آدم في الفردوس مزق كتاب يدي خطايانا أيها المسيح إلى هنا وخلصنا. ثم يرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، وبعدها يصلي الأب الكاهن قائلا: أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. فيرد المرتلون بنفس القطعة السابقة، ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: عشية وباكر ووقت الظهر. وفي نهايتها يرد المرتلون: المجد للأب والإب والروح القدس. ثم يصلي الأب الكاهن قائلا: يا يسوع المسيح إلهنا. وفي نهايتها يرد المرتلون: الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور آمين.
وهكذا إلى نهاية قطع الساعة السادسة باللغة العربية.